وما زلنا معكم مشاهدين في متابعة متواصلة لفعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة والمقامة في مدينة شرم الشيخ. وينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. تحياتي لك أستاذ جمال. يعني تابعنا اليوم جلسة تخريج أو حفل تخريج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب. كيف يعني تابعت هذا المشهد الرائع لخريجي الأكاديمية الوطنية للشباب؟ تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. تابعت هذا الحفل كونه خطوة جديدة على طريق تمكين الشباب المصري نحو القيادة. هذه الخطوات التي بدأت منذ عام 2014 بمد الجسور الخاصة بالتواصل ما بين القيادة السياسية المصرية والشباب المصري، وامتدت لمؤتمرات الشباب وبرامج تأهيل الشباب وصولا للأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل التي نرى نتائجها اليوم حاضرة في هذا الحفل الذي يخرج نماذج شبابية مصرية قادرة على صنع المستقبل. أعتقد أن الأكاديمية الوطنية هي المشروع القومي لبناء قادة المستقبل، وبالتالي هذا الحفل هو ثمرة جهد وكفاح وعمل دؤوب من الشباب المصري وإيمان من القيادة السياسية المصرية بقدرات الشباب المصري، الذي أيضا استطاع أن يكون عند حسن ظن القيادة السياسية من خلال النتائج المبهرة التي نشهدها اليوم، سواء من خلال الانضباط في التدريب والتأهيل والنمط التعليمي العالمي الذي وصلت إليه الأكاديمية، أو حتى من خلال التنظيم الأكثر من رائع والمبهر لمنتدى شباب العالم. وبالتالي أنا أعتقد أنه حفل بجد يعني بيؤكد أننا لدينا شباب مصري هم الثروة الحقيقية لهذا الوطن ومستقبل الوطن في الحقيقة في أيدي آمنة في ظل شباب مدرب مؤهل. وأيضا هناك نقطة في غاية الأهمية، إن ونحن نشاهد هذا الحفل يجب أن نتذكر أمرا في غاية الأهمية. حينما طالب الشباب يعني مش بس المصري، في المنطقة في الشرق الأوسط بشكل عام فكرة تمكين الشباب، كان الأمر فقط ربما شعارات، ولكن الدولة المصرية حولت هذه الشعارات إلى خطة عمل. كان من الصعب أن يمكن الشباب دون تأهيل وتدريب، والدولة المصرية لأنها كانت لديها خطة حقيقية وواقعية وتؤمن أن الشباب بالفعل يجب أن يمكن، دربتهم وأهلتهم قبل أن تمكنهم. عشان كده النهاردة بنشوف نماذج شبابية تم تمكينها سواء في السلطة التنفيذية عبر المحافظات أو الوزارات المختلفة كمعاونين للوزارات والمحافظين أو مساعدي للوزراء والمحافظين ويؤدون أداء مشرفا على أرض الواقع. أيضا التمكين في السلطة التشريعية، نتحدث على عدد كبير جدا من النواب الآن في مجلس الشيوخ وأيضا في مجلس النواب ويؤدون تحت قبة البرلمان عملا تشريعيا رائعا في كافة المحافل. امتد التمكين مش بس تمكين سياسي، ولكن أيضا فكرة رعاية التمكين الاقتصادي. عشان كده بنجد حتى أن الأكاديمية الوطنية بترعى برامج للتأهيل في مختلف المجالات، وبالتالي رأينا أيضا تمكين لرواد الأعمال في الشق الاقتصادي، القروض التي يسرتها الدولة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. امتد أيضا التمكين لحتى التمكين الاجتماعي، وهذه كانت نقطة فارقة أيضا، فكرة أن يمكن الشباب المصري في أداء خدمة مجتمعية ودور مجتمعي بارز. وهنا النموذج الأبرز حياة كريمة، كيف أن الشباب المصري ممكن اجتماعيا بتغيير واقع اجتماعي مصري كان الريف المصري يعاني منه منذ عقود عبر هذا البرنامج الضخم أو هذه المبادرة القومية الضخمة برعاية رئاسية، وهي حياة كريمة. امتد كمان التمكين إلى الرياضة والفن والثقافة. بنرى الآن مسرح شباب العالم، بنرى رموز في الرياضة، بنرى أبطال في الرياضة حتى من ذوي الهمم وغيره. التمكين أيضا لذوي الهمم كان حاضرا، ورأينا يعني قادرون باختلاف كيف أصبحت لهم مكانة يعني رفيعة في المستوى أو في المجتمع المصري. وبالتالي أنا أعتقد أن الأكاديمية الوطنية ومن قبلها البرنامج الخاص بالتدريب الرئاسي كلها كانت خطوات لإحداث تمكين حقيقي نحن نشهد ثماره الآن على أرض الواقع من خلال
تولي اعداد كبيره جدا من الشباب المصري مناصب قياديه ورياديه في الدوله المصريه. طب يا استاذ جمال، يعني حضرتك اثرت نقطه مهمه جدا، مساله تحويل الحلم الى واقع، يعني احساس الشباب بانه الاحلام تتحول الى واقع، وانه يعني الامل موجود، وانه الطموحات ليس لها حدود، تاثير ذلك على يعني روح الشباب وعلى عمل الشباب في المجالات المختلفه وعلى الاجيال القادمه كلها في مصر. بالتاكيد دفعه قويه لكل الشباب المصري حينما يرى ان الدوله المصريه بتاخذ بيد الشباب وبتنشئ لهم الجسور المناسبه للتدريب وللتاهيل ولتنميه المهارات في مختلف المجالات للوصول الى الحلم. السيد الرئيس دائما ما يطلب الشعب المصري بشكل عام بالحلم، علينا ان نحلم، علينا ان يكون لدينا تطلعات، لدينا امال، يجب ان يكون لدينا طموحات، وبالتالي هذه الطموحات ايضا والتي يطلبها مننا السيد الرئيس ان نحلم بها ايضا توفر لها الدوله وتوفر لها القياده السياسيه المصريه الطريق للوصول اليها، ليس مجرد فقط احلام ولكنها احلام يمكن تطبيقها على ارض الواقع من خلال توفير البنيه التحتيه التي تحقق هذه الاحلام. حينما نرى الان الاكاديميه الوطنيه للتدريب والتاهيل، هذه هي البنيه التحتيه للاستثمار في العنصر البشري وتنمية مهاراته وصولا بقيادات شبابية حقيقية تستطيع أن تمكن بشكل سليم. أيضا نتحدث عن أيضا تنمية طوال الوقت هذه البنية التحتية، يعني اعتماد المجلس الأمريكي اليوم للتعليم المستمر والتدريب للأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، هذه شهادة دولية من يعني دولة كبيرة بحجم الولايات المتحدة الأمريكية، إننا بالفعل لدينا الآن مصنع حقيقي ل يعني تفريخ واخراج قاده للمستقبل، وبالتالي انا اعتقد ان نحن الان بنحقق الاحلام عبر بنيه تحتيه، سواء من خلال انشاء عدد كبير جدا من الجامعات المصريه، تطوير منظومه التعليم المصري منذ الصغر، وحتى الاكاديميه اليوم يعني الدكتوره رشا الراغب تتحدث اليوم عن برنامج جديد لاعداد النشأ، اذا هناك ايضا فكر يعني يصل الى حتى النشأ الجديد، وهذا يتوازى مع تطوير منظومة التعليم، ومن ثم نحن نتحدث عن تطوير مستمر في البنية التحتية لتطوير التدريب والتأهيل الخاص بالشباب المصري، على الشباب المصري أن يفخر اليوم بهذه النماذج المشرفة التي تتخرج اليوم من الأكاديمية الوطنية للتدريب والشباب، ويدرك أن لديه الفرصة، الفرصة لن تأتي إليك، بل عليك أن يعني تبحث عنها وأن تبحث عن دورك في المجتمع وفي الحياة العامة في ظل وجود إرادة سياسية بتمنح الجميع الفرصة وبتمنح الجميع المناخ الملائم للعمل، وبالتالي نحن بصدد إنجاز مهم جدا فيما يتعلق بالاستثمار في الشباب، ونموذج مصري فريد استطاع أن يحقق نموذج وتجربة واقعية امتدت أيضا إلى المحيط الإقليمي. نحن نتحدث الآن عن يعني نموذج للتدريب او يعني برنامج للتدريب ايضا للاشقاء العرب، كان من قبله في برنامج ايضا للاشقاء الافارقه، وبالتالي تصدير التجربه، مصر الان ايضا تصدر التجربه لمحيطها الاقليمي رغبه منها في ارساء مبدا التعايش والسلام وترسيخ اسمى المعاني الانسانيه. طب اثر ذلك استاذ جمال على دور مصر يعني عربيا واقليميا ودوليا، وجود برامج مخصصه للاشقاء العرب او الافارقه، كيف له مردود ايضا على الدور المصري الثابت والمستقر في المنطقه؟ هنا يجب العوده للجلسه الخاصه ب يعني اعاده الاعمار في الدول ما بعد النزاعات، وكلمة الشقيق من دولة اليمن حينما تحدث أن الأزمة ليست أزمة أموال بقدر أزمة كوادر بشرية قادرة على حتى استخدام الأموال من المانحين لترسيخ إعادة الأعمار وترسيخ السلام. هذه النقطة التي بالفعل من الممكن أن يستفيد منها كافة الأشقاء العرب والأفارقة من خلال الاستفادة من البرامج التي يعني تمنحها إليهم الدولة المصرية، وعشان كده حتى طلب الشاب من اليمن أن يكون أن تفتح الأكاديمية أبوابها للأشقاء في مختلف الدول العربية وبالطبع في اليمن، وكانت هناك استجابة مصرية لهذا الطلب، لأن بالفعل تنمية الكوادر البشرية على القيادة وإدارة الدول ما بعد الصراعات وما بعد النزاعات هذا أمر في غاية الأهمية. نعم الدولة المصرية ربما أدركته منذ البداية وتجنبت ويلات الصراع وتجنبت أن تدخل في هذه الدوامات، حتى السيد الرئيس تحدث أن مصر خرجت بالفعل من متاهة الفقر عبر إنفاق
مبالغ ضخمه بشكل صحيح، وصلت ل 6 تريليون جنيه مصري لتنميه مواردها والبنيه التحتيه، وتمت اداره موارد الدوله بشكل صحيح. هذه الاداره الحكيمه لموارد الدوله ولمقدرات الدوله، هذا ما تحتاجه الشعوب المحيطه بنا. عشان كده دور الاكاديميه الوطنيه لتدريب وتاهيل الشباب هنا حاضرا اقليميا في مسانده الدول الشقيقه والصديقه في هذه النقاط التي هي في حاجة لتدريب كوادر بشرية. وبالمناسبة يعني كل من تخرج من البرنامج الخاص بالقارة الأفريقية من الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل بنجدهم الآن لهم شأن كبير جدا في دولهم الأفريقية، وبالفعل استطاعوا أن يحققوا منجزات في داخل دولهم. وبالتالي الأكاديمية الآن أصبحت أو انتقلت من فكرة كانت محلية الصنع عبر أيادي شبابية مصرية إلى إقليمية التأثير، وهذا أمر في غاية الأهمية. أنا بشكرك جزيل الشكر الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي.